مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. المختطفون والأسرى توصيفان قانونيان لأشخاص قيدت حرياتهم ولكن لأسباب مختلفة. فالأسير هو أي مقاتل وقع في قبضة عدوه وله أحكام في الشريعة الإسلامية وفي القانون الدولي أيضا. أما المختطف فهو مصطلح ينطبق في الحالة اليمنية على آلاف المواطنين الأبرياء الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع من أماكن متفرقة كالبيوت والشوارع ومقرات الأعمال والمساجد وحواجز التفتيش وغيرها من المناطق التي ليس من بينها على الإطلاق جبهات القتال. ولذلك فمن الطبيعي أن تكون أحكام الأسرى في الشريعة والقانون غير أحكام المختطفين. للأسرى أحكام وتفاصيل، أما المختطفون فحكمهم واحد وهو وجوب الإفراج عنهم فورا بلا مقدمات وبلا ضمانات أو شروط. مشاهدينا الكرام، للمختطفين قصص وحكايات تغيبها أسوار المعتقلات وتخفيها ظلماتها. عبد الكريم الدبيس خرج من أحدها ليحكي لنا جانبا من الحكاية. نتابع هذا الفيلم الذي صوره أنس الحاج وأعده للعرض ودي عطاء، ثم نعود. نحن كنا في بداية الأمر في شقة فيها ثلاث غرف، كنا 60 شخص، يعني حتى ما كان، يعني كنا الفرش الصغير لشخصين، يعني كنا متضايقين كثيرا. في حمامين وازدحام، ازدحام شديد. بعد ذلك عندما انتقلنا إلى ذمر كنا قرابة 79 شخص الذي أخفونا لأكثر من شهر، ما زال هناك. تم التبادل ب 16 والبقية مشينا وهم ما زالوا هناك مخفين في منطقة في ذمر. عبد الكريم الدبيس أحد ناجين من سجون الإنقلابيين، شاهد على السقوط الأخلاقي للميليشيا. تحرر مطلع يونيو 2016 ضمن أول صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية في تعز مع الميليشيا. يروي لبرنامج لست وحدك جزءا من قصته. تم اجتيادنا إلى مدينة الصالح مغمية عيوننا، وتعرضنا خلالها للسجن الانفرادي لأكثر من 16 يوم. تعرضنا للتعذيب الجسدي بأسلاك الكهرباء بأيديهم، تعرضنا للضرب بأيديهم، والتعذيب النفسي استمر حتى خرجنا. بالنسبة للتعذيب النفسي كان يمارس علينا الضغوطات النفسية. الزملاء، عندما أقول الزملاء أصبحوا زملائنا في المعتقل، لمن كنا نعرف عنهم سابقا. هؤلاء من تم وضعهم في الخطوط الأمامية، وضعوا كمتارس في الخطوط الأمامية، تعذيبهم بهذا الشكل. يعني خطوط في الخطوط الأمامية تم وضعهم أمام بينهم وبين المقاومة، يعني في خطوط إطلاق النار كانوا يتم وضعهم هناك في تلك الخطوط. وبعضهم تعرض للتعذيب بالكهرباء وغيرها. وأيضا من أصناف التعذيب أن هنالك كان في إحدى الشقق يتم أخذ مجانين المحافظة، فيه مجانين كثير، وأي شخص لا يعترف بما يريدون يقوم بأخذه ووضعه في السجن في أوساط المجانين. فيها بعض الأشخاص تعرضوا للجنون عندما وضعوا عند المجانين، تعرضوا للتعذيب من قبل هؤلاء المجانين. يعني كان يستخدم المجانين لتعذيب المساجين. تحرم الميليشيا الضحايا المختطفين من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها القوانين ويتعارف عليها الناس. أودعونا في سجون في شقة ثلاث غرف، دخلت إليها فوجدت أكثر من 55 سجين في ثلاث غرف. يعني كان ينام الشخص في مسافة نصف متر تقريبا. منعنا من الاتصالات مع أهالينا، تعرض أهلنا لضغوطات نفسية، كان يتم التواصل عبر أشخاص وإرعاب أهلنا، وأننا أصبحنا معرضين للخطر.
ومنعنا من الاتصالات من أي تواصل معهم إلا فيما ندر. كنا ندفع بعض المبالغ المالية حتى نستطيع الحصول على بعض الاتصالات مع أهالينا. عدا ذلك تستخدم الميليشيا المختطفين العزل كدروع بشرية، وذلك بوضعهم في مواقع تعتبر أهدافا محتملة لطيران التحالف على عكس ما تفرضه عليها الشريعة والقانون. تعرضنا في أماكن وكأنها كانت هي مدينة الصالح، وكأنها كانت توضع فيها، اتضح لنا أن لديهم القيادات وأنها تستخدم تقريبا كمخازن للأسلحة. المدينة كامل كانت كأنها قيادة لهم، وكان يتم توزيعنا لأنها مجموعة عمائر كبيرة، فكان يتم توزيعنا على العمائر، منهم من كان مخفي ومنهم من كان في شقق مع مجموعات. تم إخفائنا في مدينة ذمر لمدة شهر، تم إغلاق النوافذ، لا نستطيع رؤية الشمس، منعنا حتى من الهواء. خرج عبد الكريم ليحكي للعالم عن بعض صور الانتهاك التي تقترفها الميليشيا بحق المختطفين، وليكشف حقيقة أن أكثر منهم في السجون مدنيون. أكثر المختطفين على بعضهم على صور المقاومة، بعضهم على رسائل، أغلبهم على رسائل واتس فيسبوك، ناس مختطفين من الشوارع، لا يوجد من الجبهات نهائياً، لم نجد إلا تقريباً حدود 3 أو 4 أشخاص بالنسبة للذي أسروا من الجبهات، أما بقية الأشخاص مختطفين من الشوارع، بعضهم زجوا فيهم المتحوثين لأغراض وانتقامات شخصية. أغلب السجناء من محافظة تعز، تهمهم ليس عليهم تهم، بعضهم لديهم صور في التلفونات، رسائل واتس، أقربائهم على المقاومة، زج بهم في إغراضيات مع بعض المتحوثين. من بين أكثر من 10,000 ضحية اختطاف تغص بهم سجون الميليشيا في مختلف المحافظات، فإن 90% تقريبا منهم مدنيون، جرى اختطافهم في إطار صفقات النخاسة المشبوهة التي تقوم بها عصابات الميليشيا للمقايضة والمتاجرة بحريات الضحايا الذين لا علاقة لغالبيتهم بالعمل العسكري. أغلبيتهم مدنيين، بل أن هناك شيوخ تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وجدت أكثر من 3 أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وجدت طلاب، وجدت مهندسين، دكاترة في سجون ميليشيات الحوثي، حفظة قرآن، أشخاص مدنيين ليس لهم أي علاقات بالعمل العسكري. من ليس لديهم قضايا بالنسبة لأغلبية الآخرين، بل فيهم مجانين، وفيهم ناس يعني فيهم اختلالات عقلية وضعفاء، يعني أشخاص يرثى لحالهم، حتى كان في من بعض السجانين يرحمون حال بعض الأشخاص ويحاولون أن يطالبوا بإفراجهم، لأنه يعني أشخاص مساكين ليس لديهم أي قضايا، معتقل 10 أشهر لسنة، ليس لديهم أي تهمة موجهة إليهم. كتب لعبد الكريم أن ينعم بالحرية ويعود لأطفاله، بينما لا يزال كثير من الأبرياء رهن الاعتقال الجائر والإخفاء القسري، ها هو يعيش فرحة العودة بعد أن ظن أن لا يعود. الحمد لله رب العالمين، فرحتي لا توصف. أنا أشكر الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة الذي أكرمنا بهذا النعمة، وشكر خاص لوالدتي ودعواتها ودعوات أخواتي. فرحت فرح كبير، فرحتي قوي. فرحنا فرح كبير لم خرج، فرحة كبيرة لا توصف. ولا يزال مسلسل الاختطاف مستمرا على مرأى عالم يدعي التحضر واحترام حقوق الإنسان، لكنه أمام معاناة آلاف المختطفين وذويهم يقف موقف المتفرج الصامت. وللأسف تستمر المفاوضات والمباحثات، بينما آلاف الأمهات والأطفال لا يعرفون شيئا عن مصير أحبابهم المغيبين خلف الأسوار، وينخفض سقف مطالب الأمم المتحدة لتفاوض الميليشيا على تحسين ظروف المختطفين بدلا من إطلاقهم فورا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، سواء أكانوا أسرى أم مختطفين أو أيا كانت صفتهم كمحتجزين، فلا فرق بينهم من حيث الحقوق الأساسية المكفولة لهم وفق القانون، إلا أنه وللأسف في واقع سلطة الميليشيا ليست المساواة
في احترام الحقوق وإنما في انتهاكها. فالمختطفون لدى جماعة الميليشيا لا يعاملون كأسرى حرب إلا عند عرضهم للمقايضة بأسرى الميليشيا لدى الجيش الوطني أو المقاومة وقوات التحالف. أما ما عدا ذلك فإن الحقوق مسلوبة ابتداء من حقهم في الإفراج الفوري والتعويض، وليس انتهاء بإخفاء بعضهم وحرمانهم من حقهم في الزيارة والعلاج. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للحديث عن حقوق المحتجزين في القانون الدولي، وسيكون معنا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي. لا تذهبوا بعيدا. أرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين وبضيفي عبر سكايب المحامي والناشط توفيق الحميدي. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بكم أخ عبد الله بجميع مشاهدي قناة بلقيس وبرنامج لست وحدك. حياكم الله. موضوعنا اليوم عن الأسرى والمختطفين، وكنا قد تطرقنا في بداية الحلقة إلى بيان الفرق الواضح أصلا بين أسير الحرب وبين اللي هو أسير الحرب المقاتل وبين المختطف المدني. كمتخصص في القانون، هل لك أن تشرح لنا وللمشاهد الفروق بين الأسير والمختطف في الحالة اليمنية تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن توصيف الأسير والمختطف واضح في القانون الدولي وبموجب القانون الدولي والفقه الدولي بشكل عام. أسير الحرب تحكمهم من حيث المبدأ اتفاقية جنيف أو اتفاقية جنيف الأربع، وقد هذه الاتفاقية بالذات حددت أسير الحرب بأنه مقاتل شرعي وقع في قبضة عدو عاجز، إما بسبب العجز عن القتال أو بسبب الاستسلام. وقضية مقاتل شرعي يدخل تحته مجموعة من الأصناف، إما المقاتل الذي ينتمي إلى جيش أو أحد جيوش إحدى الدول المقاتلة، أو أنه ينتمي إلى فصيل مقاتل متمرد عن الدولة لا ينتمي لأي متمرد عن الدولة، أو ينتمي إلى ميليشيا لها قائد، وهي الحالة اليمنية التي موجودة الآن. مقاتلين ينتمون للجيش الشعبي اليمني تحت الشرعية اليمنية، وجيش الوطني يعني الجيش الوطني، وجيش يقاتل تحت إمرة الميليشيات متمردة خارجة عن سلطة الدولة. نعم. وبالتالي يصبح المقاتلين هو كل شخص عجز عن القتال أو استسلم في أرض المعركة في جبهات القتال المعروفة، هذا هو الأسير، له مجموعة من الحقوق والتي نصت عليها الاتفاقية الدولية والشريعة الإسلامية، وجاءت اتفاقية جنيف في حقيقة الأمر من أجل معاملة هؤلاء الأسرى معاملة إنسانية كريمة. نعم. عدم التعذيب، عدم انتزاع الأقوال بالقوة، عدم إجباره على يعني توفير المكان. محاضير كثيرة، محاضير كثيرة كلها حفظت حقوق الأسير. حقوق الأسير. أما نعم. المختطف هو شخص تم احتجازه أو تم اعتقاله أو تم تغييبه وحرمانه من حريته لأسباب سياسية أو لدوافع سياسية أو لأبعاد سياسية. وبالمختصر المفيد هو شخص حرم أهله وحرم ذويه وحرم المجتمع من رؤيته. هذا الشخص عندما يتم اعتقاله لا يعتقل من جبهات القتال، هو يعتقل من البيت، يعتقل من الشارع، يعتقل من مكان العمل، يعتقل من نقطة التفتيش. وهذا الشخص يترتب على اعتقاله مجموعة من الانتهاكات، حقه في الحياة، حقه في عدم التعذيب، حقه في توفير ظروف معيشية كريمة، حقه في أن يمتلك شخصية قانونية كاملة. وبالتالي هنالك فرق واضح، تلك تحكم اتفاقية جنيف الأربع، وتلك تحكم الاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري التي صدرت في ديسمبر عام 1992، وبالتالي تلك تحكمه اتفاقية خاصة وتلك تحكمه اتفاقية خاصة. تلك يهتم بأمره بالدرجة الأولى الصليب الأحمر، والثانية أيضا يهتم به الصليب الأحمر إضافة إلى المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى. إذن مع وضوح الفرق بين الأسير وبين المختطف، المختطف إلا أن الميليشيا تتعامل مع المختطفين كما لو كانوا أسرى، ألا تعتبر هذه واحدة من الجرائم الثابتة بحق جماعة الميليشيا، جريمة مقايضة مختطف مدني بأسير مقاتل، تحويل المدنيين إلى رهائن، أليست هذه جريمة في القانون الدولي؟
أخي الكريم، الإخفاء القسري في حد ذاته جريمة دولية تدخل تحت اختصاص وولاية محكمة الجنايات الدولية واتفاقية روما المنظمة لمثل هذا الأمر. الميليشيات في حقيقة الأمر سلطة غير شرعية بالدرجة الأولى، وهي لا تعترف بكل القوانين والاتفاقيات الدولية، وبالتالي هي عندما تخفي شخص، احنا بينا انها عندما تعمل على اخفاء شخص قسريا فهي ترتكب مجموعه من المحاذير والخروقات الدوليه، اللي انتهاك حق الشخص في الامن، في حقه في الشخصيه الانسانيه، انتهاك في حق الذوي، انتهاك في حق المجتمع، وبالتالي تحويل المختطف الى اسير هذه جريمه او امر اخر. واعتقد ان تبادل الأسرى واضح، وقضية الصليب الأحمر دائما في مثل هذه الأمور يكون هو الوسيط بين طرفي النزاع، وبالتالي الخلط يجب أن يكون لا يتقع فيه المنظمات الدولية كالصليب الأحمر والمنظمات الدولية، لأن الميليشيات هي تحاول أن تعبث بهذا الملف لتحقيق مجموعة من المآرب السياسية ومجموعة من المآرب الموجودة على الأرض من أجل إطالة أمد النزاع قدر الإمكان. أنا أعتقد أنه هناك الاتفاقيات واضحة، ومحاولة العبث هي جريمة من الجرائم عندما تحول الشخص المدني إلى أسير حرب، والأحكام واضحة. لكن أعتقد أن المنظمات الدولية وبالذات الصليب الأحمر مدركة لمثل هذه الأمر، وهي تتعامل بحرفية وفقا للقانون الدولي. لا ندري حتى ما هو موقف المنظمة الأممية من هذا الاستغلال للمختطفين وتحويلهم إلى أسرى. دعنا نذهب أستاذ إلى شهادة أحد المختطفين نستمع إليه، وهو أحد المختطفين المحررين الذين تم الإفراج عنهم خلال صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والميليشيا قبيل أسبوع، حيث أفرجت الميليشيا عن بعض المدنيين مقابل استلامها مقاتلين كانوا أسرى لدى المقاومة. نستمع ثم نستكمل الحوار. مهندس معاذ أحمد عبد الله عبد الكحلاني، أعمل مهندسا في شركة الألبان والأغذية الوطنية في منطقة الحوبان. تعرضت للاختطاف من قبل أنصار الله وميليشيات الحوثي بتاريخ 5/3/2016. تم اختطافي منذ ما يقارب 3 أشهر إلى اليوم، إلى أن تم الإفراج عني يوم أمس في تاريخ 1/6. تعرضت فيها للتعذيب في الخنق حتى كدت أن أموت، وذلك بغرض وشاية من متحوثين منطقة المصراخ في عزلة الأقروض، الذين كانوا يكيدون لوالدي ولعمي لأسباب خاصة، ولأني لم أشارك بجبهة ولم أشارك بالحرب، وتم اختطافي لأني مدني في منطقتهم في منطقة الحوبان. تعرضت فيها للتعذيب، وتعرضت فيها للضغوط النفسية، للحرب الإعلامية النفسية، إلى أن فهمت بالأخير أنهم يريدون مني أسرى، وذلك بغرض أن عمي ضابط في الدفاع الجوي في مدينة مارب. أشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بمنه وكرمه وفرجه يوم أمس. منعوا عنا الاتصالات، منعوا عنا الحوالات، منعوا الغذاء الجيد، تعرضنا يعني لأقصى أنواع التعذيب بما الحرب الإعلامية النفسية التي كانت تشكل علينا إرهاصا أكثر من التعذيب الجسدي. أو نوع العذاب الجسدي؟ العذاب الجسدي الذي تعرضت له، تعرضت للخنق أكثر من 10 مرات حتى كدت أن أموت، وذلك بحجة أنهم يريدون مني أسماء الخلايا النائمة التي في الحوبان. كم قعدت في فترة حدائق الصالح؟ قعدت في مدينة الصالح 2 بالضبط، وفي ذمار 26 يوم، فترة سجني 86 يوم بالتحديد. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي عبر سكايب المحامي توفيق الحميدي، ونستكمل معه النقاش حول موضوع هذه الحلقة. أستاذ توفيق، شاهدنا هذه الشهادة من أحد المدنيين الذين تعرضوا لهذه الأنواع من الإهانات والانتهاكات، ما هي الحقوق التي يضمنها القانون كحد أدنى للمحتجزين بشكل عام، سواء كان احتجازهم قانونيا أم غير قانوني؟ أولا نريد أن نؤكد أن من خلال هذه الشهادة يبين أن طرف الميليشيات هي تحتجز الرهائن، تحتجز المدنيين من أجل تحويلهم إلى رهائن. نعم. ومن أجل وهذه جريمة في حد ذاتها، أعتقد أن اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف واضحة في مثل هذه الأمور.
بالنسبة للحقوق التي يجب أن يتمتع بها المحتجزين والمختطفين والمعتقلين في مثل هذه الحالة، خاصة في أثناء النزاعات المسلحة، اتفاقية جنيف كانت واضحة. أولا حقه حق إبلاغ السلطات، حق إبلاغ السلطات في مكان اختطاف، وضمان وضعه في مكان معترف فيه، سواء كان سجنا أو كان مكان خاضع للمراقبة. حقه في الاتصال بذوي، بمحامي، بأي شخص، أن يتلقى الزيارات، ضمان وصول السلطات المختصة سواء كان المحامين والنيابة العامة والمحكمة، حقه في الطعن في الإجراءات أسباب احتجازه. نعم. حقه في كل الإجراءات التي نص عليها القانون الطبيعي في الحالة هذه، وهذه الحقوق كلها وهذه الحقوق للأسف الشديد كلها مهدورة. لأننا أنا أؤكد، أنا أقول أنه منذ سقوط العاصمة صنعاء، ثم منذ انقلاب الميليشيات على سلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي، انتهت ما تسمى بالسلطة إنفاذ القانون في اليمن. اليوم أنا أقرأ بوست أستاذ الكريم على الفيسبوك من أحد محامين المنتمين لأنصار الله، وهو يتكلم بكل بساطة، يقول أن كان لديه إفراج من النيابة العامة لأحد المعتقلين، لكن عضو اللجنة الثورية منع هذا الإفراج مباشرة، قال لو حتى تثبت لي أنك تنتمي إلى المكتب السياسي لأنصار الله. يعني بالمختصر المفيد، لا توجد اليوم سلطة إنفاذ القانون في اليمن، سواء نيابة عامة أو قضاء، هي عبارة عن إجراءات شكلية. نعم. أمس تم الإفراج عن مجموعة من السجناء، أعتقد قناة بلقيس أو غيرها من القنوات بيّنت مجموعة من الكشوفات، تم الإفراج عن تجار، عن مجرمين. نعم. مخدرات وقاتل سوابق وقتلة ومختطفين ومختطفين ورهائن أجانب، وكذلك مفجري الأنابيب النفط، ومفجري أيضا أبراج الكهرباء. يعني تشكيلة من عتاولة الإجرام تم الإفراج عنه. أيوة. الذي يؤكد عليه أنه تم الإفراج بموجب توجيهات من يحيى الحوثي، الذي هو في المكتب السياسي لحركة الأليانس، بمعنى شقيق رئيس الميليشيا. نعم. بمعنى أنه اليوم لا توجد سلطة إنفاذ قانون حقيقية أستاذ الكريم، ما يوجد اليوم من نيابة عامة، من محاكم، مع احترامي لكل الذين يعملون في هذه المؤسسات، إلا أن ليس لديهم اليوم قناعة قضائية مستقلة وحرة في التعامل القانوني المحايد الجاد مع المعتقلين، مع المتهمين. هنالك سلطة عليا أمرها هو السائر على القانون على هذه المؤسسات. صحيح. إذن الميليشيا تختطف المدنيين من أماكن مختلفة، وليس لهم إطار مؤسسي يحصيهم، كما هو الحال بالنسبة طبعا لأسرى الجيوش أو حتى الجماعات التي يمكن أن تكون متصارعة. هل هناك طريقة يمكن بها إحصاء المختطفين المدنيين في سجون الميليشيا، منظمات حقوقية، صليب أحمر وغيرها من الأدوات؟ أستاذ الكريم، المادة 61 من اتفاقية جنيف، من أجل نضع الوضع الطبيعي ثم نتحدث عن الوضع الشاذ اليوم اللي تعيشه اليمن للأسف الشديد. الاتفاقية 61 أو المادة 61 من اتفاقية جنيف كانت واضحة، إنه الأصل إنه لحق كل شخص يتم احتجازه، يتم اعتقاله، يتم حتى أسره، يفتح له ملف يستوفى فيه مجموعة من البيانات، اسمه، ساعة احتجازه، الجهة التي احتجزته، أسباب احتجازه، الحالة الصحية له، السلطات التي تراقبه إلى آخره، من أجل يمكن سهولة الوصول إلى المعلومة لأي شخص متهم في مثل هذه الجانب. نحن في الحالة اليمنية انعكست حالة البداوة للأسف الشديد، وحالة الأمية التي تعيش هذه الميليشيات على وضع السجناء والمعتقلين والمختطفين والأسرى، وبالتالي اليوم لا يوجد حل حقيقي، لا يوجد حل حقيقي إلا عبر المنظمات الحقوقية. أنا أدعو من على منبركم المنظمات أو ذوي المختطفين أن يكون لهم تحرك جاد بالإبلاغ المباشر عن أي معتقل لدى المنظمات، لدى هيئة الدفاع اليوم عن المعتقلين التي تنشط في صنعاء بقدر ما تستطيع الإبلاغ على الصليب الأحمر، على الدولة أيضا أن تفتح نافذة إلكترونية عبر وزارة حقوق الإنسان. صحيح. تدعو المواطنين الذين يتم اختطاف أهليهم أو ذويهم التبليغ المباشر، بحيث يكون هنالك قاعدة بيانات متكاملة. للأسف الشديد، للأسف الشديد، هذا العمل منوط بوزارة مغيبة اسمها حقوق الإنسان لا تمارس شيء، ولا نرى منها إلا التصريحات الجوفاء ومنشورات لا تغني ولا تسمن من جوع على تويتر، لما يسمى وزير حقوق الإنسان. أنا
أنا أشكر المنظمات الحقوقية والعاملين اليوم يبذلون جهد جبار، لديهم شكلوا قاعدة بيانات كبيرة اليوم. نعم. نستطيع أن نقول أنها متكاملة بنسبة 80%، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد أكثر لمزيد من استكمال قاعدة البيانات، لأنه كثير من الناس يخاف أنه يبلغ عن حالة اختطاف. نعم. خوفا من بطش الميليشيات، لكن نحن نشد على أيدي هؤلاء الجنود المبهولين الذين يقاتلون في حقيقة الأمر في أحلق أو في أهم جبهة من جبهات القتال. وجه لهم التحية أيضاً معك. نعم، أنا أوجه لهم التحية من على هذا المنبر، وأقول لهم بكل أمانة وبكل صدق، العالم واليمنيون يدينون لكم بكل احترام. صحيح. لولا الجهد الذي بذلتموه ما عرفنا حقيقة ما يحدث داخل اليمن، ما يحدث للمعتقلين، ما يحدث من انتهاكات داخل السجون. أنتم نعم. اليوم على في أشرف بقعة وفي أشرف ثغرة من ثغور هذا الجهاد الحقوقي. أتمنى أن تقدر الحكومة هذا الجهد الجبار وأن تعطيه نعم. حجمه الطبيعي في المستقبل إن شاء الله. أستاذنا العزيز توفيق الحميدي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك وعلى هذه الإيضاحات التي تفضلت بها. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا معكم مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. عبد الكريم الدبيس ومعاذ الكحلاني، تم الرصد، في أمان الله.